الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار ومن حرها وحالها وحال أهلها، اللهم آمين. إخوة الإسلام والإيمان، حياكم الله وأحياكم وبياكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين، في دار مقامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. يا رب واجمعنا غدا بنبينا، يا رب واجمعنا غدا بنبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس يا رب، فاكتبها لنا يا ذا الجلالة والعلا والسؤدد. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث يجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إخوة الإسلام والإيمان، إنه لمن أعظم الوصايا التي ينبغي أن يوصي بها بعضنا بعضا، الوصية بتقوى الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا ربكم جل وعلا في حضركم وفي سفركم، وفي سركم وعلنكم، في غدوكم ورواحكم، بالليل والنهار سرا وعلانية. استحضروا عظمة ربكم جل وعلا في كل وقت وحين. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أجمل ما قيل في تفسير هذه الآية القرآنية قول أحد علماء السلف: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيكتب حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيكتب سيئاتك، أقلل أو أكثر. حتى إذا مت وطويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة،
فعند ذلك يقال لك يا ابن آدم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عباد الله، حديثي إليكم اليوم بإذن الله عز وجل بعد هذه المقدمة المشوقة بإذن ربنا جل وعلا، حديث يتعلق بهذا اليوم العظيم والذي هو يوم الجمعة. ما هي الآداب وما هي الفضائل التي خص الله عز وجل بهذا اليوم العظيم؟ هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة خصه الله عز وجل بمجموعة من المزايا، لأن الله عز وجل فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل الله جل وعلا بعض الأزمنة على بعض، وفضل الله جل وعلا بعض مخلوقاته على بعض. سبحانه جل وعلا فضل سبحانه جل وعلا هذا اليوم العظيم والذي هو يوم الجمعة على سائر الأيام، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه أن يوم الجمعة أعظم عند الله، أن يوم الجمعة أعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الجمعة أخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه أعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى. لكن كثير من المسلمين يتكاسلون عن الذهاب إلى بيوت الله جل وعلا ويتقاعسون للشهود وحضور صلاة الجمعة. لماذا سميت بيوم، لماذا سمي هذا اليوم بيوم الجمعة؟ لأن المسلمين يجتمعون في بيت الله عز وجل ويؤدون هذه الصلاة التي فرضها الله جل وعلا عليهم. وحتى نعلم قيمة هذا اليوم العظيم والذي هو يوم الجمعة، نجد أن ربنا جل وعلا سمى سورة في القرآن الكريم بسورة الجمعة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كيف حالي وحال أولئك الذين يتاجرون في وقت صلاة الجمعة ويعملون في وقت الجمعة ويشتغلون في يوم الجمعة ويعملون في الوقت الذي تؤدى فيه هذه الفريضة العظيمة؟ أفتح هذا القوس أيها الإخوة والأخوات، كثير من المسلمين يسألون هذا السؤال: ما حكم العمل يوم الجمعة في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة؟ أو بعبارة أخرى، كم من سائل يسأل هذا السؤال ويقول: في يوم الجمعة أشتغل وأعمل في اليوم الذي أو في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة؟ أولاً، هذا الذي يشتغل ويعمل وله وظيفة تمنعه عن أداء فريضة الجمعة في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة، ينبغي أن يعيد النظر في هذا العمل، لأنه ما من عمل يبعدك عن أداء هذه الفريضة فهو يبعدك ضمنياً عن طاعة ربك جل وعلا. كثير من الإخوة الذين يشتغلون في يوم الجمعة في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة لمدة 20 سنة أو 30 سنة، فنقول لهؤلاء: متى ستصلون صلاة الجمعة إذن؟ العمل الذي يمنعه عن أداء صلاة الجمعة لا خير فيه، لا خير في العمل الذي يمنعك عن أداء صلاة الجمعة وإن كسبت منه ما كسبت من الأموال والأرباح. فربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، إذا نودي للصلاة، نودي فعل ماض مبني للمجهول، من الذي ينادي؟ المؤذن. إذا نودي، إذا دخل وقت الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وتأملوا هذا التعبير القرآني، فاسعوا، السعي، السعي وهي درجة فوق الجري، يعني اتركوا أعمالكم وتجاراتكم وأشغالكم ووظائفكم وذهبوا لبيوت الله جل وعلا لتشهدوا ولتصلوا صلاة الجمعة. كأن الله جل وعلا يقول: احذروا، احذروا وحاذروا من التفريط في صلاة الجمعة، إياكم وترك صلاة الجمعة، إياكم وترك هذه الصلاة ألا تؤدها في بيوت الله جل وعلا. أيها الإخوة، ربنا جل وعلا فضل هذا اليوم العظيم على سائر الأيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة. أعظم الأيام عند الله جل وعلا هذا اليوم العظيم والذي هو يوم الجمعة، فكم نفرط نحن في هذا اليوم. بعض المسلمين لا يأتي للمسجد إلا بعد أن تقام صلاة الجمعة،
إلا بعد أن ينزل الإمام على المنبر. أين البكور إلى بيت الله جل وعلا؟ أين الاهتمام والمبالاة بهذا اليوم العظيم؟ يوم الجمعة بمثابة يوم نشحن فيه أيها الإخوة، لا سيما أننا لا نحضر لا دروسا ولا محاضرات ولا لقاءات في هذه الديار. متى تشحن إيمانك وهمتك لترقى إلى ربك جل وعلا؟ فيوم الجمعة بمثابة يوم نشحن فيه، نسمع فيه كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنرتقي إلى ربنا جل وعلا، ولنقترب ولندنو من الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى فضل هذا اليوم وميزه أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم أيامكم، حاولوا أن تدققوا وأن تتمعنوا في هذا الحديث، يقول فيه سيدنا رسول الله: إن من أعظم، أعظم اسم تفضيل، إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة. أعظم الأيام على الإطلاق هو يوم الجمعة. وقد ذكرت لكم قبيل قليل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يوم الجمعة أعظم عند الله جل وعلا من يوم الفطر ويوم الأضحى. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط الله جل وعلا آدم إلى الأرض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. الصعقة والنفخة في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: في هذا الحديث الذي نستشف منه أيها الإخوة أدبا عظيما من الآداب التي ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليها في هذا اليوم العظيم، لنبرهن على صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم أيها الإخوة خصه الله جل وعلا بجملة من المزايا، فلذلك نحن معشر المسلمين ينبغي بل يجب علينا أن نتأدب بمجموعة من الآداب التي تقربنا من ربنا جل وعلا لنستغل هذا اليوم العظيم. ما هي هذه الآداب؟ من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في هذا اليوم الحفاظ أو المحافظة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول لك أخي المسلم حافظ على الصلاة على رسول الله، بل الإكثار من الصلاة على الحبيب. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل أنفسنا أيها الإخوة، نحن المفرطون المذنبون المقصرون في دين الله جل وعلا وفي طاعة ربنا جل وعلا، أسأل نفسي وأسألك أنت أخي، أنت، هل صليت اليوم على رسول الله؟ هل صليت اليوم على رسول الله؟ وإذا صليت فكم صليت على الحبيب؟ إذا كنا نحن المسلمين، أنا وأنت وفلان وعلان، ندعي محبة النبي، فكم جعلنا من أوقاتنا صلاة لرسول الله؟ قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. يعني أنت أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها الموحد، يا عبد الله، يا أمة الله، حينما تقتطع وقتا من زمنك فتصلي فيه على رسول الله، اعلم أنه لا شك فيه ولا ريب ولا مرية أن صلاتك تعرض على رسول الله. لا إله إلا الله، صلاتك تصل إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من الصلاة عليه، لا سيما في يوم الجمعة. إن من أعظم، إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. يعني إذا صليت على رسول الله تعرض صلاتك على الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعرض صلاتك على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن علامات محبة رسول الله الإكثار من الصلاة عليه، من علامات محبة رسول الله أن تكثر من الصلاة عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
بالله عليك أيها المسلم، أيتها المسلمة، كم سيقتطع هذا، كم ستقتطع هذه الصلاة، هذه الكلمات القليلات الموجزات، هذه الألفاظ والمختصرات، كم ستقتطع من زمنك إذا وظفتها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم؟ وهنا أذكر لكم أيها الإخوة أن الإمام إبراهيم بن أدهم، هذا الرجل العابد الزكي نحسبه كذلك وحسيبه الرحمن، ذهب للحج وتوجه إلى الحلاق، إلى الحجام، ليأخذ شيئا من شعره ومن شاربه، الشارب، فأخذ الحجام يأخذ من شاربه وهو يسبح ربه ويصلي على رسول الله ويذكر الله عز وجل. إبراهيم بن أدهم الآن موجود عند الحجام، الحجام ماذا يصنع به؟ يأخذ شيئا من شاربه، يحلق شيئا من شاربه ويأخذ شيئا من شاربه، فجعل يذكر الله عز وجل ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحجام: أسكت حتى لا أقطع شفتك، أسكت ليلا أقطع شفتك. فقال له هذا الرجل الذي يعرف قيمة الزمن وقيمة الوقت، قال له: أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تشتغل وأنا أشتغل، أنت تأخذ من شاربي وأنا أستغل هذا الزمن وهذا الوقت للصلاة على رسول الله وذكر الله سبحانه وتعالى. فمن الآداب أيها الإخوة ومن الأعمال العظيمة الجليلة التي ينبغي علينا أن نعملها وأن نقوم بها لا سيما في هذا اليوم العظيم، الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أخبرنا في القرآن الكريم أنه يصلي على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. تخيل مع الله جل جلاله والملائكة المقربون يصلون على رسول الله، فكم نصلي نحن على رسول الله، كم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجعل لك مدة في يوم الجمعة تصلي فيها على رسول الله، اجعل وقتا تصلي فيه على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، من الآداب العظيمة التي لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها في هذا اليوم التطيب والاغتسال، أن يتطيب المسلم وأن يأخذ من طيبه ومن الرائحة الطيبة ومن المسك في هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: إن هذا الغسل الذي يريده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون شبيها بغسل الجنابة وإن لم يجامع المرء أهله في ذلك اليوم. الغسل الذي ينبغي للمسلم أن يقوم به في يوم الجمعة ينبغي أن يكون في الكيفية شبيها بغسل الجنابة وإن لم يجامع أهله يومها. غسل يوم الجمعة قال رسول الله واجب على كل محتلم، يعني يجب على الإنسان البالغ المحتلم أن يغتسل يوم الجمعة إذا أراد المسجد. من الآداب العظيمة، يعني ما معنى الآداب؟ ليس واجبا، بل يعني يكون لك الأجر ويكون لك الثواب وتقترب من الله جل وعلا أكثر وتستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحبك الله عز وجل وتكون مرتبتك عند الله سبحانه وتعالى عظيمة واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. أن يتطيب المسلم، أن يتطيب. نحن أيها الإخوة ديننا دين النظافة، ديننا دين النظافة، دين النقاء، ديننا دين يدعو إلى النظافة. فالمسلم لا ينبغي أن تنبعد منه رائحة ممكنة. لا ينبغي للمسلم أن يكون ذلك الرجل درويش بين قوسين، لا، بل ينبغي أن يلبس ثيابا جميلة، لا سيما إذا كان ذاهبا لبيت الله جل وعلا. لا أقول لك البس من الثياب ما كان غاليا، لا، بل ينبغي عليك أن تلبس ثيابا نقية نظيفة وإن كانت يعني مشتراة بثمن قليل بخس، المهم أن تلبس ثيابا نقية نظيفة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أسأل نفسي وأسألك أيها المسلم، إذا جاءتك رسالة من رئيس دولة ولا من وزير ولا من رئيس بلدية ولا شيء من هذا القبيل يدعوك للحضور والمثول بين يديه في موعد كذا، والله ستقضي تلك الأيام الفاصلة بين الموعد والرسالة التي وصلت إليك تفكر وتخطط كيف ستذهب إليه، ماذا ستلبس من ثياب ومن الحذاء، وكيف تنمق نفسك، وكيف ستكون هيئتك وهندامك لتمثل بين يدي مخلوق ضعيف
فكيف بك إذا كنت تعلم أنك ستمثل بين يدي ربك سبحانه؟ ملك الملوك حينما تأتي للمسجد فأنت تأتي لتقف بين يدي ربك ومولاك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك الإسلام نهانا أيها الإخوة إذا أكل الإنسان البصل والثوم والكرات ألا يأتي للمسجد، ألا يأتي للمسجد حتى لا يؤذي غيره من المسلمين، وحتى لا يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهنا أفتح قوس أيها الإخوة بالنسبة للإخوة المدخنين الذين يدخنون، ينبغي عليهم أن يجتنبوا هذه السجارة القاتلة الضارة التي تدمر حياتهم وتدمر مستقبلهم وتدمر المجتمع كله. والله هؤلاء الذين يدخنون هل يملكون ذرة من عقل؟ والله لا يملكون عقلا. لما؟ هل من العقل لإنسان يقوم من نومه وتعطي له مثلا ورقة 20 أورو ولا 10 أورو تقول له حرقها، هل يملك عقلا هذا؟ والله لا يملك عقلا. فالذي يشتري السجائر يدمر حياته ويدمر صحته. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإنسان المدخن ينبغي عليه أن يجلس مع نفسه ويسأل نفسه، اسأل نفسك يا عبد الله، إن تلك السجارة التي تشتريها بثمنك وهذا المال الذي تشتري بهذه السجارة قد يكون مالا حلالا تتعب فيه وتجتهد فيه وتكد من أجله، ثم تشتري به سجارة تدمر بها نفسك. ومع الأسف هذه العلبة اللي هي علبة السجائر مكتوب عليها اجتنبوها واتركوها وشيء من هذا القبيل. إياكم والتدخين، احذروا التدخين، فالتدخين يسبب أمراض قاتلة جدا، أمراض قاتلة جدا على مستوى هذا الجهاز اللي هو جهاز الإنسان، اللي هو هذا الجهاز العصبي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان. والله جل وعلا سيسألنا جميعا عن هذا الجسم، فيما أبليت هذا الجسم. ولذلك هذه رسالة من أخ إلى كل أخ مدخن، يا أخي إني شفيق عليك، اجتنب هذه السجارة، اجتنب هذه السجارة فهي القاتلة، إنها قاتلة مدمرة. كيف سيكون حال الإنسان إذا أصيب بسرطان الحنجرة مثلا؟ هذا التدخين يسبب هذا النوع من السرطانات، ولا سرطان البلعوم، ولا شيء من هذه السرطانات. سيكون الإنسان سببا في تدمير نفسه بنفسه. هذا الجسم ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليه، أن يحافظ على هذا الجسم. فالإسلام دعانا للمحافظة على الجسم لا أن ندمر هذا الجسم. فعباد الله، ربنا جل وعلا نهى عن كل ما يضر هذا الجسم، نهانا عنه. وهنا أيها الإخوة لا أريد أن أسترسل في هذا الموضوع، أحب أن أخصص له لقاء آخر أو خطبة أو خطبتين أو شيء من هذا القبيل، لكن أود أن أقول لكل أخ يتكلم اللسان الشيطان على لسانه. كثير من الإخوة حينما تتم مناقشتهم في هذا الموضوع اللي هو موضوع التدخين يقول لك التدخين مكروه، وهذا كلام خاطئ يغني بطلان عن إبطاله وفساد عن إفساده من وجوه عدة. التدخين اخترعه رجل يسمى كريستوف كولومبوس في زمن من الأزمنة، ولم يكن معروفا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن التدخين زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان معروفا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام الخمر. ولذلك نحن عندنا في شريعتنا الغراء المصادر الإسلامية الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس معنى القياس، القياس وهو أن العلماء يجتمعون ويتفقون حينما تظهر نازلة معينة أو شيء معين لم يكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقيسون عليه. فقال العلماء إن جميع الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والجسمية التي تنتج عن الخمر هي نفس النتائج الاجتماعية والخطيرة التي تنتج عن هذه السجارة أو عن هذا التدخين، فينبغي للمسلم أن يجتنبه. فقال العلماء بتحريمه، بل أكثر من ذلك بعض المسلمين يناقشك في مسألة الخمر، مسألة الخمر يقول لك ماشي حرام، ماشي حرام الخمر، لما يقول لك قال الله تعالى اجتنبوه. وما درى هذا الجاهل أن كلمة اجتنب في لغة العربي أكثر من كلمة حرمة، اجتنبوه أكثر من حرمة، معنى اجتنبوه لا تشربوه،
لا تشتغل فيه، لا تعمل فيه، لا تحمله في سيارتك، لا تجلس على مائدة تضار عليه الخمر، كل هذه الأصناف داخلة في هذا السياق القرآني اللي هو اجتنبه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاربها وحاملها والجالس على مائدة تضار عليه الخمر وحاملها والمحمولة إليه غير ذلك من هؤلاء الذين تشملهم لعنة الله جل وعلا وهو الطرد من رحمة الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في هذا اليوم العظيم بعد أن يلبس ثيابا جميلة، وقد كان الأئمة الأعلام يجعلون ثيابا لهم لا يلبسونها إلا في مثل هذه المناسبات كيوم الجمعة ويوم العيد واليوم الذي ترجى فيه ليلة القدر. كان الإمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس كانت له حلة اشتراها بألف درهم لا يلبسها إلا في اليوم الذي ترجى فيه ليلة القدر. الإمام مالك كانت له حلة، أي نوع من الثوب، لا يلبسه إلا في اليوم الذي ترجى فيه ليلة القدر، يعني تعظيما لهذا اليوم. أيضا أيها الإخوة، من الأمور الخطيرة التي نقع فيها نحن معشر المصلين في يوم الجمعة، وهو اللغو يوم الجمعة. اللغو يوم الجمعة، اللغو، معنى اللغو يوم الجمعة وهو أن الإنسان كيجي هو الأخر وخصو يكون هو في الصف الأول ولا في الصف الزوجي. من أراد الصف الأول والثانية والثالثة فينبغي عليه أن يأتي مبكر، ولذلك فإن أحدهم دخل المسجد يوم الجمعة فجعل يتخترق بالناس: اسمح لي ندوس، اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي. فقال له رسول الله: اجلس، فقد آذيت وآنيت، فقد آذيت وآنيت. معنى آذيت يعني آذيت غيرك من المسلمين الذين سبقوك إلى هذه الصفوف، وآنيت يعني جئت متأخرا للمسجد، كان عليك أن تأتي في البكور أو في الوقت المبكر حتى تحصل لك هذه المنقبة وهي الصفوف الأولى. كذلك الإنسان في يوم الجمعة ينبغي عليه أن يعتدل في جلسته يوم الجمعة. نحن أيها الإخوة لا نوقر كلام رسول الله ولا كلام الله عز وجل. الإنسان في جلسته يوم الجمعة ينبغي أن يجلس جلسة معتدلة، لأنه يسمع كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا أمرنا بتعظيم كلامه وتعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الآن كتقول له: قال رسول الله، هو بيعمل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلك يضرب معاه شيء واحد ما عفو. الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان في مجلس علمه ذات مرة، وكان متربعا في جلسته، معتدلا في جلسته، فلدغته عقرب 17 لدغة، لدغته العقرب 17 لدغة، وانتفخت ساقه انتفاخا عظيما جدا، ولم ينبس ببنت شفاء، ولم يحرك ساقه ولا رجله. فلما انتهى من كلامه قيل له: يا إمام، ما الذي حصل لك؟ قال: لدغتني عقرب. قيل له: لما تتحرك من مكانك؟ لماذا لم تتحرك من مكانك؟ قال: استحييت من كلام رسول الله. رأى الكلام ديال سيدنا محمد كان فمي، استحييت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الإنسان تقول له: قال رسول الله، وكيف رخي البرد ديالتاي وكيكل البسطيلي والحلوة كاع ما دابي في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعظيم كلام الله جل وعلا وتعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب. من بينها من كيف نعظم كلام الله؟ أن يعتدل الإنسان في جلسته، إلا إذا كان مريضا. إذا كان الإنسان مريض يجوز له أن يجلس على الكرسي أو أن يتكئ على الحائط. أما إذا لم يكن، إذا كتلقى إنسان شاب قوي ومع ذلك متكئ عند الجدار، وناس شحال من واحد أنا كنشوف فيه دابا راه ناعس متكي، ناعس ما يفيقش من نعاس، كتلقاه شاب ومع ذلك متكئ عند الجدار وناعم ونائم. ماذا قال الإمام؟ ماذا استفدت أنت من الجمعة؟ ما استفدت والو، رجل مسكين بوانتا والسلام عليكم وانتهى الموضوع صافي خلاص. الجمعة كثير من الناس يقول لك: نمشي نصلي غير هذوك ركعتين. لا، خصك تسمع الخطبة ديال الإمام، لأن خطبتي الجمعة تنوب عن الركعتين في صلاة الظهر. من الأمور التي يعتقد الناس أنها ما فيها والو، ليس كيلعب في الحياة ديال يوم الجمعة.
ولا كيلعب في الجابة ديالو ولا في القميص ولا شيء من هذا النوع، ولا كيلعب في الطبي كيدير يدو في الطبي يلعب فيه، ولا الإنسان الإمام ويخطب يوم الجمعة وعنده التسبيح كيسبح. إما أن يكون العقل ديالك مع الإمام، وإما من يكون مع التسبيح. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. مستحيل يكون العقل ديالك مركز مع الإمام وتكون مع التسبيح. إما العقل ديالك يكون مع التسبيح، وإما أن يكون مع الإمام. أما أنا ما كيتبقوش ضرب عصفورين بحجر واحد، لا، إما أن تكون من المسبعين وإما أن تكون من المستمعين. إما أن تستمع لخطبة الإمام وإما أن تسبح، لأن الله تعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. أيضا الإنسان يوم الجمعة شحال وقت يضرب الهاتف يوم الجمعة، يرن الهاتف في جيبه فيضع يده على سماعة الهاتف ويتكلم وقدر يكتب الرسالة أو شيء من هذا. هذا كله داخل في اللغو، داخل في اللغو. الإنسان كيجي معه ولده صغير ويتكلم معه، هذا كذلك داخل في اللغو. ولده معه صغير فيتكلم معه، ولا الإنسان كيقول لك اسمع اسمع الإمام اش كيقول، أما تقولوش اسمع. إذا قلت لصاحبك والإمام ويخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، فمن لغى فلا جمعة له. إذا قلت له اسمع اش كيقول الإمام راك لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فما بالك بالذي يتكلم بالكلام الفارغ يوم الجمعة؟ خلي لي البلاصة حط المصحف تما، بمجرد ما يصعد الإمام على المنبر لا يجوز لأحد أن يتكلم مع أحد، إلا جوز العلماء كلام المأموم مع الإمام الخطيب إذا دعت الضرورة لذلك. يجوز شي واحد من المصلين يتكلم مع الإمام إذا دعت الضرورة لذلك. أما الإنسان فينبغي عليه أن يستمع وأن ينصت، لأن هذه الخطبة التي نسمعها إما أن تكون حجة لنا وإما حجة علينا، حجة لنا وحجة علينا. فإذا استمعنا لكلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام واستوعبنا ما قاله الخطيب فهنيئا لنا، وهي مسؤولية عظيمة جدا، لأن ما سمعته الآن سيكون حجة لك وعليك. فينبغي عليك أن تبلغه لغيرك من أهلك وأولادك وعيالك وذويك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واجعلنا من المتأدبين بآداب نبيك وسنة رسوله. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مكروبا ففرج كربه، ومن كان منا مديونا فأدع عنه دينه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم بارك في أهلنا وفي أولادنا وفي ذوينا وفي عيالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا في هذه البلاد، اللهم اجعلنا مصدر خير ورحمة وبركة. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في هذه المدينة وفي هذا البلد. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعلنا سفراء للإسلام في هذه الديار. اللهم اجعلنا سفراء للإسلام في هذه الديار. اللهم اجمع شملنا، اللهم بارك في شبابنا وفي شيوخنا وفي رجالنا وفي نسائنا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مديونا فأدي عنه دينه، ومن كان منا مكروبا ففرج كربه. اللهم فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم بارك في هذا الجمع في هذه الجماعة، وبارك في هذه في الإخوة الذين حضروا معنا في هذا اليوم الكريم، وبارك في إخواننا وفي نسائنا ورجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، هنا بلاغ الإخوة في مسجد الموحدين إن شاء الله تعالى يوم الأحد هذا إن شاء الله تعالى، عندهم واحد أمسية قرآنية بمثابة تأبين للشيخ الراحل الشيخ عدة السعد اللي توفى قبل أيام، صلى الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له. فإذا واحد أمسية قرآنية يدعونكم للحضور في هذه الأمسية يوم الأحد، والأمسية ستبتدئ مباشرة بعد صلاة المغرب. الإخوة في مسجد الموحدين يدعونكم جميعا للحضور في هذه الأمسية اللي داروا لها الإمام السعداء اللي توفى رحمة الله عليه يوم الأحد بعد صلاة الظهر، ستبتدئ إن شاء الله تعالى هذه الأمسية القرآنية بإذن الله جل وعلا. فهما كيرحبوا بكم وكيقولوا لكم مرحبا للحضور.
فبارك الله في هؤلاء الإخوة، ونغتنم هذه الفرصة الكريمة لنترحم على أخينا السعداف، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجد عليه الرحمات وجدر عليه المبرات، اللهم أنس وحشته وأنس قربته، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم اغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك بعض الإخوة موجود معنا في الجماعة أمراض، اللهم اشفيهم يا رب العالمين، اللهم داوهم بدوائك واشفيهم بشفائك. مجموعة من الإخوة لهم معنا كاين في السبيطار، اللهم اشفيهم يا رب العالمين، اللهم داوهم بدوائك واشفيهم بشفائك. الحاج بوتي الجوفت والحاج سليمان ديالنا السيد السلام والإخوة اللي مرض صلى الله عليه وسلم ويعافيهم، اللهم اشفيهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم اشفيهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك يا أخونا الحاج علال حتى هو مريض، اللهم اشفيه يا رب العالمين، اللهم اشفيهم جميعا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوهم بدوائك واشفيهم بشفائك. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مديونا فأدي عنه دينا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإن شاء الله تعالى الذين حضروا معنا هذا اليوم أن يسجلوا بصماتهم في هذا المشروع المبارك، وأن ينفقوا ما شاء الله عز وجل عليهم من الأموال لبيت الله تعالى. فأنفقوا ولا تبخلوا، بارك الله فيكم. اللهم من أنفق شيئا فاجعله في ميزان حسناته، اللهم أنفق على المنفقين، اللهم يسر أمورهم، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا ولا حسدا ولا بغضاء ولا رياء ولا سمعة، اللهم احفظنا من الكبر ومن العجب ومن الظهور يا رب العالمين، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع يا ارحم الراحمين، يسر امورنا واغفر ذنوبنا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.